أيوة. بتشوف بقى ازاي تتويج رياضيين في محافل دولية، احنا شفنا في كل الألعاب تقريبا، وطبعا محمد صلاح في الكورة. كلمني عن ده، أهمية تتويج الرياضيين في السنة دي في محافل دولية كتير جدا. يمكن عام 22 جه بعد اولمبياد طوكيو في 2021، فطبعا كنا عايزين نستكمل انجازات مصر في كل الرياضات. يمكن السنه دي كان اكبر حدث في يعني في 2022 بالنسبه لمصر، كان دوره العاب بحر المتوسط في الجزائر. دوره البحر المتوسط يعتبر بعد الاولمبياد على طول، او هي المنافسه الاكبر اللي فيها دول عالميه ودول افريقيه وعربيه وكل حاجه يعني واسيويه. فانا شايف ان مصر حققت فيها انجازات كويسه، مش بس من عدد الميداليات، مصر يمكن حققت 51 ميداليه، سواء 13 ذهبيه او 15 فضيه او حتى 23 برونزيه. لكن مش ده بس اللي انا هتكلم عليه، اللي انا عايز اتكلم عليه ان مصر حققت انجازات لاول مره بتحصل، ميداليات لاول مره بتحقق في العاب مصر ما حققتش فيها حاجات. يمكن كان في ذهبيه في السلاح لاول مره، كان في الريشه الطايره كان اول مره برضو ميداليه، يمكن في الملاكمه النسائيه اول مره في تاريخ مصر في الملاكمه النسائيه نجيب ميداليه البحر المتوسط. يمكن منتخب كره اليد المشرف طبعا عالميا في كل المحافل طبعا. يمكن خسر للاسف في النهائي، خد فضيه دوره البحر المتوسط، خسر قدام اسبانيا، لكن هو منتخب مشرف. يمكن خد في نفس السنه دي برضو خد بطوله امم الافريقيه المره الثامنه في تاريخه هنا اللي اقيمت في صاله حسن مصطفى، وتاهل طبعا هيلعب بطوله العالم ان شاء الله في شهر يناير الجاي في بولندا والسويد. فانا شايف ان مصر حققت انجازات كبيره جدا في 2022 على مستوى الالعاب الاخرى، ده اللي ممكن اقدر اقوله يعني.